طبيعة الحال انتم متبعين بأن القرار ديال نقل سوق الجملة للدواجن إلى خارج الدار البيضاء ده قرار خداه المجلس اللي فات، باعتبار أولا الأضرار التي يشكلها سوق الجملة للدواجن الحالي في منطقة سكنية إلى السكان إلى آخره، وأيضا باش نكونوا على نفس المنوال اللي كتعرفوا المدن الميتروبولية عبر العالم، اللي كتعرف بأنه يعني الدجاج الحي لا يباع داخل يعني لا. مزيان، لهذا الغرض تم إبرام واحد الاتفاقية مع الوزارة ديال الفلاحة ومع الفيدرالية بيمهنية ديال اللحوم الحمراء ومع وزارة الداخلية طبعا، وتم انتداب شركة التنمية المحلية كازا بريستاسيون باش انها تدير تشرف على الدراسات وتدير الانجاز المشروع، وتقطعت اشواط مهمة من لا من حيث الدراسات لا من حيث رصد الاعتمادات، بل ربما حتى الوزارة ديال الفلاحة كانت حولات الاعتمادات اللي كان كيخصها تساهم بها. ومبدئيا تعيين العقار فين كيخصو يكون، وكان كيخص وكان تحدد حتى الاجل ديال 8 شهور باش يتنجز المشروع، لكن الاسباب ديال عدم انجاز المشروع لحد الان نجهلوها، حتى واحد ما باغي يخبرنا عليها. قال لك المشكله ما بغات الجماعه تعطيهم عقار. على كل حال دابا حنا انا كنقول لك بانه كان تعيين العقار وتحدد التفاصيل كلها توجدات والى اخره. علاش ما تنجزش؟ الله اعلم، خص المسؤولين الحاليين يقولوا لنا علاش، لان داك الشيء كان عندنا حنا في نهايه الولايه السابقه. اليوم كنجيو باش كنلغيو الاتفاقيه السابقه، وكندمجوا الموضوع تاع سوق الجمله للدواجن مع سوق الجمله للخضر والفواكه مع 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 الى اخره. كاين كثير من البياضات والفراغات في الموضوع. اولا ما كاينش تحديد شكون اللي عنده المسؤوليه ديال تحديد العقار والتصفيه ديالو. يلا في الصيغه ديال الاتفاقيه داير بانه الجماعه تقترح، ايوا الجماعه غتقترح من بعد شنو كتقترح؟ هذا السؤال كتقترح فين يمكن يدار هذا العقار، فين ممكن يدار هذا المشروع. ثانيا هذا الموضوع ما كيهمش الجماعه الدار البيضاء بوحدها، كيهم على الاقل جماعه الدار البيضاء والجماعه اللي غتحتضن هذه المنصه، ويعني تجهيز من هذا النوع يحتاج الى مقاربه جهويه ما دام ان الجهه داخله وهي اللي عندها الاختصاص ديال ما هو اقتصادي. الامر اللي ما كنلاحظوا انه ما كاينش. شنو علاقه هذا المنصه اللي باغيين يديروا مع المشروع اللي ديجا كانت فيه اتفاقيات وتنفقت عليه اموال وتحددت وما تنجزش وما عرفناش الاسباب علاش ما تنجزش؟ واكثر من هذا الشيء انه هذا القرار ديال نقل اسواق الجمله الخضره والفواكه وهذا الى خارج الدار البيضاء في منطقه يمكن كيتكلموا على السوالم او ما شابه، غادي تطرح معاه واحد الاشكال اللي ما جاوبوناش عليه، هو الاشكال الاجتماعي، انه هذه المرافق مرتبطه بها واحد العدد ديال المهن ومرتبطه بها الساكنه المجاوره فين موجودين هذه الاسواق الجمله اليوم في المنطقه ديال سي عثمان لالا مريم سباته الى اخره، الهراويين الى اخره، واللي كيعيشوا مصدر الرزق ديالهم من هذه المنشات من هذه المرافق، كي غادي نديروا لهم؟ اذا ما عندناش تصور واضح وعندنا اشكاليات كبيره كتتعلق بالانجاز تاع هذا المشروع، ما فيهش المقاربه الجهويه، وغيفرض لينا غيخلق متاعب اجتماعيه ما كاينش عليها اجوبه لحد الان. هادشي علاش حنا بالنسبه لنا هادشي كله ما غير مقنع وما غيمكنناش نوافقوا عليه.